فقرتنا الميدانية اليوم راح نروح فيها إلى إدارة الأرصاد الجوية، حيث توقعت الإدارة تأثر البلاد بنشاط في الرياح الشمالية الغربية مثيرة للغبار ابتداء من ظهر اليوم الاثنين. والحديث أكثر حول حالة الطقس ينضم إلينا عبر الهواء الزميل رائد الشمري مراسل تلفزيون دولة الكويت والمتواجد في إدارة الأرصاد الجوية. صبحك الخير رائد، وبما أنك متواجد في إدارة الأرصاد الجوية، شلون تشوف حالة عدم استقرار الطقس خلال اليوم ويوم الغد؟ صباح الخير زميل نجيب، صباح الخير لزميلة ما في استديو برنامج العالم هذا الصباح. بالفعل اليوم يمكن هناك الحديث سيكون مطول عن حالة الطقس، وأكيد التغيرات في حالة الأجواء، وأكيد هناك في رياح ستكون، وأيضا مؤكد أن ستكون أيضا هناك موجة غبار، لكن سنتعرف عليها بشكل دقيق كوننا متواجدين في إدارة الأرصاد الجوية. والحديث سيكون بإذن الله مع ضيفي وضيفك في الجانب الآخر ياسر البلوشي، رئيس قسم التنبؤات البحريه باداره الارصاد الجويه. صبحك الله بالخير استاذ ياسر وقواكم الله. يمكن نشاهد خلفنا ايضا المتابعه الاول باول لحاله الارصاد الجويه، نوضح للمشاهد طبيعه الارصاد الجويه في الساعات المقبله وحاله الطقس ان شاء الله. باذن الله. صبح عليك اخوي رائد وعلى الساده متابعي تلفزيون دوله الكويت. طبعا اطلقت اداره الارصاد الجويه تحذير جوي في الساعات الاولى من صباح اليوم، وسبق تنويه جوي كان ظهر يوم أمس. فبحالة جوية متوقع أن تكون فيها النشاط في الرياح الشمالية والشمالية الغربية. أخوي رائد سرعاتها تتراوح ما بين 15 إلى 55 كيلومتر بالساعة نهار اليوم، هباتها قد تصل إلى 60 و 65 كيلومتر بالساعة على بعض المناطق. انخفاض في الرؤية الأفقية أيضا متوقع خاصة على المناطق المكشوفة والبرية ما دون 1000 متر. تستمر معنا الحالة نهار اليوم، تخف حدتها في الليل، يترسب الغبار تدريجيا بالليل، وتعاود مرة أخرى مع أيضا نهار الغد نشاط الرياح أيضا متوقع معنا، لكن راح يكون أقل سرعة نسبيا خلينا نقول من اليوم. ولكن في انخفاض في الرؤيات الأفقية أيضا نهار الغد، وتستمر معنا الرياح الشمالية والشمالية الغربية أيضا تكون نشطة على فترات نهار الغد إن شاء الله ما بين 15 إلى 50 كيلومتر بالساعة، لكن اليوم متوقع أن هباتها تكون أكثر من 65 كيلومتر بالساعة على بعض المناطق. وأنا حب أنوه يعني سادة المواطنين والمقيمين أيضا توخي الحيطة والحذر، يعني خلال الساعات القليلة القادمة متوقع نشاط الرياح معنا، انخفاض في الرؤية الأفقية خاصة على المناطق البرية، الطرق البرية ممكن زحف الرمال أيضا يأثر عليها، أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، الأخوة والأخوات مرضى الربو والحساسية أيضا يأخذون حذرهم معنا، بالإضافة إلى أنا أدري نجيب يحب البحر، تجنب الأنشطة البحرية خلال 48 ساعة القادمة إن شاء الله، خلال يعني الحين تحسن الأجواء بإذن الله اللي هو راح يكون صباح يوم الأربعاء مع تحول الرياح إلى جنوبية وجنوبية شرقية، راح نحس شوية رطوبة خاصة على السواحل والمناطق البحرية من بداية يوم الأربعاء. جميل أستاذ ياسر نجيب، يمكن رسالة وصلت، يعني بحر اليوم ما فيه صعبة. أستاذ ياسر أيضا يمكن نحط المشاهد في الصورة أيضا، هناك الحديث هل توقعات مثل موجة الغبار التي كانت في الأسبوع الماضي أم تختلف اليوم؟ ممتاز سؤالك. لا ما أنا إن شاء الله الموجة يعني اللي جايتنا هذه أخف أكيد حدة وشدة من الموجة الغبارية اللي جتنا يوم الاثنين اللي طاف. يوم الاثنين اللي طاف كانت موجة غبارية مصحوبة بغبار محمول كان جاينا من شمال العراق نتيجة رياح هابطة من سحب ركامية كانت متكونة هناك، أدت إلى هذا الجدار الغباري اللي أثر على دولة الكويت، وانخفضت أيضا معها الرؤيات الأفقية وانعدمت. لكن إن شاء الله يعني بمشيئة الله اليوم لا، نشاط الرياح راح يثير الغبار أكيد، لكن إن شاء الله ما عندنا انعدام في الرؤية الأفقية، رؤيات أقل من 1000 متر متوقع على خاصة المناطق البرية، لكن تتأثر طبعا المناطق السكنية بانخفاض نسبي خلينا نقول في الرؤية الأفقية. ياسر الابديت على مدار الساعه بالارصاد الجويه؟ نعم، من خلال يعني خرائط الطقس وصور الستلايت ايضا الاخوه المتنبئين الجويين على مدار الساعه لمتابعه اي حاله جويه سواء كانت من امطار من غبار، يعني الاجواء المؤثره على الانسان وصحه الانسان اداره الارصاد الجويه على مدار الساعه لمتابعتها.
اخيرا استاذ ياسر، ننوه يمكن لبعض مرتادي البحر يمكن غير مناسب في هذا التوقيت. نعم، الاجواء البحريه غير مستقره، خاصه يعني مع نشاط الرياح الشماليه والشماليه الغربيه، ارتفاع الامواج مرتبط ارتباط كلي مع نشاط الرياح. اليوم عندنا الامواج البحريه ما بين 6 إلى 7 أقدام على فترات، فما ننصح بالانشطه البحريه خلال 48 ساعه اليوم مباشر ان شاء الله نتجنبها من يوم الاربعاء باذن الله استقرار في الاجواء. كل الشكر لك استاذ ياسر البلوشي رئيس قسم التنبؤات البحريه باداره الارصاد الجويه، والشكر موصول للامانه من خلال التواصل اداره الارصاد الجويه في ابديت يمكن على مدار الساعه نشاهد نتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الاساسي في الارصاد الجويه بالتنويه بايضا الرساله التحذيريه. هذا الشيء يمكن اليوم اعطى اريحيه للمواطنين والمقيمين للتوقعات في الارصاد الجويه وحاله عدم الاستقرار في هذا الوقت، ولكن لله الحمد يمكن كما ذكر رئيس قسم النبات البحرية في الرصاد الجوية ياسر البلوشي أيضا موجة الغبار في الساعة المقبلة ستكون ليست كما كانت في الأسبوع الماضي في شدتها القوية، لكن لابد من توخي الحيطة والحذر، وأكيد أي نشاط بحري يلغى اليوم والغد حتى إن شاء الله تستقر الأحوال الجوية وأيضا تعود لطبيعتها بإذن الله. نعم زميلي نجيب، ونجيب الرسالة وصلتك أكيد من الأستاذ الكبير ياسر البلوشي. لا وصلت الرسالة، وصلت الرسالة رائد من الأستاذ ياسر ومنك ياتني بالرسالة مبطنة. مشكور، مشكور رائد، شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة، والشكر الجزيل أيضا موصول لضيفك الكريم، شكرا لك.